وكان إبراهيم يعرف أن الأصنام حجارة وكان يعرف أن الأصنام لا تتكلم ولا تسمع وكان يعرف أن الأصنام لا أن الأصنام لا تدور ولا تنفع وكان يرى أن الذباب يجلس على الأصنام فلا تدفع يسجد لهذه الأصنام وكان آزر يعبد هذه الأصنام أصنام أنتم كنتم قرأت هما قرأت كل الناس الآن يكرهون هذا الفريق. الميلان يعني اسي ميلان ليس انتر ميلان. إيسي ميلان. طيب صديقك حسام السوري ماذا كان يحب؟ أي فريق؟ روما روما روما. روما. ذهبت مع أختي إلى مركز المدينة لنقابل أصدقائي. نعم نعم كنت سعيدة لكنني كرهت المدينة. عفوا عفوا لكنني نعم ماذا؟ أكره كرهت نعم صحيح كرهت ازدحام وفكرت كثيرا بدمشق. هل تشتاقين لدمشق؟ نعم نعم هل عندك شك أنك عمري وحياتي وبأني من عينيك سرقت النار وكنت بأخطر ثوراتي أيتها الوردة والريحانة والياقوتة والسلطانة والشعبية والشرعية بين جميع ملكات. تمام نمت نمنا نمت 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 ما تمام نمتم نمتن نعم أخرجت كتبي و دفاتري و بدأت أدرس بعد ساعتين قررت أن No. أرجع إلى البيت. نعم. السيارة وسيلة النقل المفيدة جدا لأنها تسمح لك أن تذهب إلى حيث تريد وعندما تريد، لكن سيئات السفر بالسيارة هي كثيرة مثل الازدحام، توقف السيارات. الأخبار تقول
أقول أن السماء ستمطر بعد الظهر، لذلك سأخذ مظلتي ومطافي قبل أن أخرج من بيتي. تمام.